أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الأنباء، نبدأها بالعناوين. اشتباكات في السودان رغم الهدنة المعلنة، والجيش يتهم قوات الدعم السريع بالهجوم على سجن الهدى وإطلاق نزلاء منه، والأخيرة تنفي. الظلمات والنور. في خطبة عيد الفطر، المرشد الإيراني يؤكد أن الأمريكيين لجأوا إلى تدبير المؤامرات بعد هزائمهم العسكرية في المنطقة. لليوم 77، الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام، والهيئات المعنية بالأسرى تحذر من خطورة وضعه الصحي. موسكو تؤكد أن سباق التسلح بات خارج السيطرة، وتتهم واشنطن بالسعي إلى تعزيز قدراتها الصاروخية بهدف التفوق. وأجواء عيد الفطر طعم العالم العربي والإسلامي، والفرحة ناقصة في غزة المحاصرة. نبدأ من السودان، حيث سمع دوي إطلاق النار واستخدام الأسلحة المضادة للطائرات في الخرطوم برغم الهدنة المعلنة. يأتي ذلك فيما أعلنت قوات الدعم السريع في السودان استعدادها لفتح المطارات جزئيا لتمكين الدول من إجلاء مواطنيها، وأعلنت السماح للدول بسحب رعاياها من السودان بسلامة عبر المطارات، وذلك تماشيا مع الهدنة. الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع بالهجوم على سجن الهدى وإطلاق سراح عدد كبير من النزلاء، ما نفته الأخيرة. إلى ذلك أكد رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان مواصلة عمليات ما سماه حسم التمرد. وفي كلمته لمناسبة عيد الفطر قال البرهان إن البلاد مصابة بجرح خطير. المواطنين الشرفاء تمر على بلادنا هذا العام مناسبة عيد الفطر المبارك، وبلادنا أصابها جرح بالغ، لكن يبقى الأمل الدائم في أننا مع شعبنا العظيم سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسك، ويزداد هتافنا قوة، جيش واحد شعب واحد. فإننا على ثقة في تجاوز هذه المحنة بالدربة والحكمة والقوة، بما يحافظ على أمن ووحدة البلاد، وبما يمكننا من الانتقال الآمن للحكم المدني. نقابة الأطباء السودانية أعلنت مقتل وجرح نحو 1600 من المدنيين منذ اندلاع الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع يوم السبت الماضي، وأشارت إلى وجود كثير من الإصابات والوفيات غير المشمولة في هذه الحصيلة، مضيفة أن سيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني المتدهور في البلاد. معنا من الخرطوم الصحفي عبد الله النصيح، اهلا ومرحبا بك عبد الله. يعني هناك حديث عن خرق للهدنه وسماع لاشتباكات، ما مدى صحه هذه المعلومات؟ نعم يارا، اليوم تدخل المواجهات الاسبوع الثاني واليوم الطرفين، هذه الهدنه ورغم الاتفاق عليها لا تزال الأشخاص وذوي الانفجارات تسيطر على المشهد السوداني، سيما في العاصمة الخرطوم التي تشهد بين حين والآخر اشتباكات بين الجانبين. هناك تحليق للطيران في سماء الخرطوم، هناك أنباء عن سقوط 6 مواطنين بمنطقة المنصورة اليوم بمدينة أم درمان. بالأمس أعلنت أو تم اقتحام سجن الهدى بمدينة أم درمان، هذا السجن يضم الآلاف من السجناء بمختلف جرائمهم، سجناء في جرائم مخدرات وجرائم جنائية. هذا السجن تعرض لهجوم اتهمت فيه القوات المسلحة الدعم السريع بأنه من قام بهذا الهجوم على هذا السجن. أيضا تشهد الآن مدينة أم درمان بين الحين والآخر حالات عراك بين الجانبين، نسمع الآن رصاص، نسمع ذوي انفجارات، كذلك هناك أنباء عن مدينة الخرطوم بحري بأن هناك أصوات للرصاص وتبادل لإطلاق النيران بين الجانبين.
الأوضاع الإنسانية ما تزال متأثرة جدا بهذه المواجهات التي شلت حركة المواطنين ومنعتهم من فرحة العيد. لم يكن هناك تواصل اجتماعي بين الأهل وبين الأقارب. كذلك الجهات الصحية أيضا حذرت من خطورة الوضع وأكدت بأن بعض المشافي ما تزال هي خارج الخدمة. هناك نقص حاد في الكوادر الطبية، الشيء الذي يعني أدى لعدم الوصول أيضا لبعض، بحسب نقابة أطباء السودان، بأن إغلاق بعض الطرق لم يساعد الكوادر الطبية في الوصول إلى المصابين. وأيضا هناك مشاكل في كيفية نقل الجثث. الجهات الصحية أيضا من جانبها أكدت على أنها قادرة على هذه المشاكل وقامت بتشكيل بعض اللجان لنقل الجثث وتوفير طرق آمنة لوصول المساعدات الإنسانية ولنقل المصابين. هذا جانب. هناك أيضا حركة لا تزال تعون إنها هجرة عكسية من الخرطومة إلى المدن الأخرى بسبب هذه المواجهات. هذه الهجرة بدأت من قبل عيد الفطر وعلى متواصلة حتى هذا اليوم. نعم. طيب عبد الله، أيضا يعني هناك اتهام من قبل الجيش لقوات الدعم السريع بأنها ذهبت وهجمت على سجن الهدى وأطلقت عدد كبير من النزلاء، أطلقت سراحهم من هذا السجن. طبعا قوات الدعم السريع نفت ذلك. ما مدى أيضا صحة هذه الأنباء المتداولة؟ نعم، قوات الدعم السريع بعد أن تعرضت لهجوم عنيف هي منذ الأمس تحاول الذهاب إلى أطراف الخرطومة. سجن الهدى هذا يقع طرف مدينة أم درمان من الأحياء الطرفية أو من المناطق الطرفية. بالأمس أيضا قوات الدعم السريع دخلت على ولاية الجزيرة وتمكنت أيضا من دخول بعض الأحياء في ولاية الجزيرة. هذا بسبب المفاوضات. بالأمس كانت هناك حالة تمشيط واسعة لقوات الجيش السوداني. ربما هذه القوات التي ذهبت أو اقتحمت سجن الهدى هي من ضمن القوات التي فرت، قوات الدعم السريع التي فرت بسبب التمشيط التي قامت بها قوات الشعب المسلحة بالأمس. نعم، كل الشكر لك عبد الله نصيح الصحفي، كنت معنا من الخرطوم. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي بحث في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سلامة الأمريكيين. المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أكد أن الولايات المتحدة أوضحت لجانبي النزاع أن التعرض للدبلوماسيين الأمريكيين لا يكون مقبولا. لقد أوضحنا للجانبين أن أي هجمات أو تهديدات أو مخاطر يتعرض لها دبلوماسيون في السودان لن تكون مقبولة أبدا. القيادة الأمريكية في أفريقيا ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية تراقب الموقف وهي تجري تخطيطا حكيما لرحلات الإجلاء الطارئة. هناك بعض القدرات الإضافية التي يجري نشرها قرب المنطقة فقط في حالة الحاجة إليها لتسهيل مغادرة أفراد السفارة الأمريكية من الخرطوم. بدورها استبعدت الخارجية الأمريكية إجراء عمليات إجلاء منسقة قريبا لرعاياها من السودان. نظرا للوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار، ليس من الآمن حاليا إجراء إجلاء منسق من قبل الحكومة الأمريكية. ينبغي ألا يكون لدى الأمريكيين أي توقع بإجلاء منسق من قبل الولايات المتحدة في هذا الوقت، ونتوقع أن تبقى هذه الحال. وتثير الاشتباكات في السودان المخاوف من أن تؤثر في ملف سد النهضة في ظل مساع إثيوبية لبدء الملء الرابع لبحيرة السد. تقرير خالد أبو عرب. أزمة جديدة قد تشهدها المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي في الوقت الذي تستعد فيه أديس أبابا للملء الرابع لبحيرة السد الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب مصر والسودان. فالتوتر في المشهد السوداني يرى مراقبون أنه قد يدفع إثيوبيا إلى استغلال الأوضاع لزيادة كمية التخزين الرابع في الصيف المقبل، ولا سيما في ظل تعثر المفاوضات. قد تستغل إثيوبيا هذه الأوضاع وتقوم بزيادة التخزين الرابع في الصيف القادم، وكان المتوقع أن يكون في حدود 18 مليار متر مكعب بالإضافة إلى 17 مليار خلال السنوات الثلاث الماضية بإجمالي 35 مليار متر مكعب. أمام هذا الواقع يرى مراقبون أن القاهرة قد تجد نفسها وحيدة أمام الأطماع الإثيوبية من دون الخرطوم.
وهو الأمر الذي سيلقي بأعباء إضافية على مصر في إدارة هذا الملف الحيوي الذي يمثل خطرا حقيقيا على حياة الملايين في دولتي المصب. أديس أبابا تتحجج الآن بأن الأوضاع في السودان هي التي أدت إلى تجميد المفاوضات، فما بالنا بهذه الأوضاع الجديدة التي ستخلق واقع جديد مضطرب في السودان، سيكون لها تأثير كبير جدا على قضية سد النهضة وإثيوبيا ماضية على ما يبدو في إجراءاتها الأحادية. وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل من جراء السد الإثيوبي، وتطالب ومعها الخرطوم باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء السد وتشغيله والتشارك بشأن بياناته، بينما تواجه المفاوضات بين الدول الثلاث جمودا منذ إجراء آخر جولة تفاوضية قبل نحو سنتين. توتر الأوضاع السياسية والأمنية في السودان يضعف بحسب مراقبين موقف الخرطوم بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، ويزيد الضغط على القاهرة ويلقي بأعباء جديدة على تحركاتها الدولية بشأنه. خالد أبو عربة، القاهرة، الميادين. في خطبة عيد الفطر أكد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي أن الأعداء فهموا أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء بالقوة العسكرية ولجأوا إلى التضليل والكذب، وأشار إلى أن الهزيمة العسكرية للأمريكيين والأعداء في أفغانستان والعراق دفعتهم إلى تغيير نمطهم واللجوء إلى تدبير المؤامرات والدسائس وإذلال الشعوب. في السابق العدو كان يدخل إلى المجتمعات الإسلامية من خلال الاستعمار، فعندما كان يريد الاستعمار تسخير البلدان الإسلامية كان يدخل بقواه العسكرية، فهذا التكتيك وهذه الحركة اليوم وهذه الاستراتيجية باءت بالفشل. فأعداء الإسلام فهموا جيدا بأنهم لا يستطيعون عمل شيئا بالقوى العسكرية، وفي الفترة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية جربت في أفغانستان وفي العراق كيف أنها تستطيع المضي قدما بالقوى العسكرية، لذلك غيروا استراتيجيتهم واتبعوا طرق وسلوكيات أخرى، واليوم طريقهم هو التضليل والتزوير. هذا اليوم هو تكتيكهم وهذا هو استراتيجيتهم، علينا أن ننتبه على ذلك. انطلاقا من الاجتماع الثلاثي بين إيران وأرمينيا والهند الذي عقد في يريفان، هل نحن أمام بديل من الخيار الغربي لمستقبل التجارة في الشرق الأوسط؟ غراسيا بيتارة. إنها الجغرافيا في وسط خرائط السياسة والاقتصاد في العالم. اجتماع ثلاثي بين إيران وأرمينيا والهند في يريفان. العنوان الأول يتمثل بممر شمال جنوب الذي يربط الهند بروسيا وشرق أوروبا عبر إيران، وهو ما يعد من أهم حلقات التجارة الدولية بين القارتين. القرار واضح بالمضي قدما، وها هو السفير الإيراني في روسيا يعلن تزامنا أن المفاوضات التي جرت على أعلى المستويات بين موسكو وطهران انتهت إلى إكمال المسارات الثلاثة لهذا الممر الاستراتيجي عبر الأراضي الإيرانية. فهل نحن أمام احتمال تغير خريطة التجارة العالمية لسيما بين آسيا وأوروبا؟ وهل تقتصر التداعيات على الشق التجاري أم ثمة أبعاد أخرى؟ المؤكد أن ممر شمال جنوب يمثل بديلاً أساسياً للخيار الغربي لمستقبل التجارة في الشرق الأوسط فيما يمكن أن يندرج ضمن صراع الممرات، كما أنه يقلل من تكلفة التجارة الدولية بنسبة تفوق 30% وفق دراسة أجرتها العلاقات العامة للملاحة الإيرانية. المفتاح الرئيسي في هذا المشهد هو ميناء تشابهار الواقع في مدينة صغيرة جنوب شرق إيران، ومنه نحو أرمينيا التي تخطو خطواتها الأخيرة لتكون عضواً أساسياً في الممر في وجه ممرات بديلة منها ممر زنغازور الذي تعمل تركيا على إنشائه وحليفتها أذربيجان. ممر شمال جنوب يعيد إلى الواجهة كتاب طرق الحرير لبيتر فرانكوبان الذي رأى في صعود الممرات الأسيوية البرية في التجارة الدولية علامة على تشكل نهضة اقتصادية في الشرق، ومن شأنه إعادة شريان الاقتصاد العالمي إلى ما قبل أن تلتف أوروبا على آسيا استعمارا في الممرات وغيرها. هل هذا ممكن؟ المؤكد أن ممر شمال جنوب سينهي الحصار الجيوسياسي المفروض على
روسيا ويفتح لها بوابة استراتيجية من جانب الحدود الجنوبية، ويبقي إيران ساحة للمنافسة بين أكبر القوى الاقتصادية في الشرق للاستثمار في مينائها الاستراتيجي. يترقب الشارع اليمني نتائج المفاوضات بين صنعاء والرياض بوساطة عمانية، ويرى اليمنيون أن السلام الحقيقي وعودة الأمن والاستقرار وصرف رواتب موظفي الدولة وفتح المطارات والموانئ هي مطالب كل الشعب ويجب أن تتحقق كنتيجة طبيعية لصمود اليمنيين. تقرير أحمد زبيبة. يترقب الشارع اليمني بحذر وأمل ما ستفضي إليه المفاوضات بين صنعاء والرياض بوساطة عمانية، ولا سيما لجهة حل الملف الإنساني وصرف رواتب موظفي الدولة لتخفيف وضعهم الإنساني الصعب. احنا نؤمل يعني إن شاء الله تعالى أنه تفضي هذه المفاوضات إلى سلام حقيقي، ولكن نريده سلام شجعان، ما نشيش ان احنا يكون سلام استسلام او سلام تراجع ونسيان الماضي او ما صار في الشعب ومن شهداء ومن تضحيات ومن دمار. اذا كانت هذه المفاوضات تؤدي الى صرف الرواتب فاهلا وسهلا بهذه المفاوضات. المفاوضات بين صنعاء والرياض انعشت الامال بهدنه طويله الامد. الشارع اليمني ايضا يتمنى او يرجو بان تستمر الحوارات ويخلصوا الى توافقات مهمه تساهم في حل الاوضاع الاقتصاديه والانسانيه الصعبه الذي يعانيه الشعب اليمني جميعا. يظهر جليا الركود الاقتصادي في الاسواق اليمنيه مع ضعف القدره الشرائيه لليمنيين وانتظارهم حلولا عاجله في ظل الحديث عن صرف نصف راتب من حكومه صنعاء كحل مؤقت حتى تتضح نتائج المفاوضات. يذهب العديد من المؤشرات إلى أن الحرب في اليمن قاربت على وضع أوزارها، لكن ما يهم الشعب اليمني هو إيجاد حلول عملية تخفف مأساة 8 سنوات من الأزمة الإنسانية. أحمد محمد زبيبة، صنعاء، الميادين. أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال في منطقة جبل جرزيم في نابلس بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية. وفي القدس تصدى الفلسطينيون لقوات الاحتلال في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، في حين اعتقل الاحتلال شابين من بلدة العيسوية. لليوم 77 يواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان إضرابه عن الطعام، وكان نادي الأسير الفلسطيني حذر من أن الأسير عدنان وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة وهو معرض للاستشهاد في أي لحظة. هذا وتواصل عائلته اعتصامها المفتوح عند دوار المنارة وسط رام الله للمطالبة بإنهاء اعتقاله. من بيت لحم معنا المتحدث الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الدكتور حسن عبد ربه. أهلا ومرحبا بك دكتور حسن، كل عام وأنت بخير. يعني مرحلة في غاية الخطورة هي يعني عنوان الوضع الصحي للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 77 يوما، تفاصيل الحالة الصحية للأسير لو تطلعنا عليها دكتور. يعني بداية أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم وشعبنا وأحرار العالم بألف خير والحرية والكرامة والسلامة لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي. دون شك الأسير المناضل والمجاهد الشيخ خضر عدنان يواصل الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 77 يوما رفضا لاعتقاله التعسفي والإجرامي على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. الأسير الشيخ خضر عدنان يعاني من حالة صحية متردية وصعبة، وهناك خشية حقيقية أن يرتقي شهيدا في أي لحظة في ظل استمرار سياسة الاحتلال العنصري بتجاهل مطلبه. أيضا محكمة الاحتلال ترفض حتى الآن طلبات الإفراج عنه بكفالة مالية، حيث أرجع ذلك يوم الخميس الماضي إلى يوم الأحد المقبل تحت ذريعة المطالبة بالحصول على تقارير طبية حول حالته الصحية الراهنة. الشيخ خضر عدنان فقد الكثير من وزنه، يتقيع عصارة صفراء، يفقد وعيه في حالة متقطعة من الغيبوبة أو فقدان الوعي،
والإغماء، إضافة إلى كل ذلك هو يعاني من آلام وصداع وأوجاع في كل أنحاء جسده. يضاف إلى ذلك هناك نقص واضح وكبير جدا في نسبة السوائل والأملاح والفيتامينات والبروتينات في جسمه نتيجة عدم حصوله على أي نوع من المحاليل أو المدعمات، إضافة إلى رفض الاحتلال نقله إلى أحد المشافي المدنية بالرغم من تدهور حالته الصحية والخطر الحقيقي الذي يواجهه الشيخ خضر عدنان، خاصة وأن الإضراب الراهن له هو السادس إضراب يخوضه إضرابة بضمن إضرابات طويلة جدا مفتوحة عن الطعام كانت في غالبيتها العظمى ضد اعتقاله الإداري آنذاك، ولكن الاحتلال إمعانا منه في الجريمة وجه وأصدر لائحة اتهام بحق الأسير خضر عدنان للإبقاء عليه رهن الاعتقال، علما بأن محكمة سالم العسكرية كانت قد مددت توقيفه ل 29 من شهر أيار المقبل، وهذا قمة الإجرام، وبالتالي هناك استخفاف واستهتار واضح في حياته وصحته وسلامته، وهذا يتطلب من الكل الوطن الفلسطيني ومن كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية أن تبذل قصارى الجهد من أجل إنقاذ حياة الشيخ خضر عدنان في هذه المرحلة الحرجة والحساسة. في الوقت ذاته إدارة السجون تحول دون تمكين عائلته وأسرته من لقائه وزيارته، حيث يحتجز داخل ما يسمى مجازا بعيادة سجن الرملة في ظل زنزانة بائسة ومتسخة وقذرة، إضافة إلى الرقابة الدائمة عليه في هذه الزنزانة من خلال كاميرات المراقبة على مدار الساعة. نعم، طيب دكتور، يعني عندما نتحدث بأنه هذا السلوك الإجرامي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وهو ليس جديد عليها، ولكن هذه المرة يعني هناك إمعان أكثر في التعاطي مع الأسير خضر عدنان بالتحديد، بتجاهل مطالبه، بتجاهل حالته الصحية، بتجاهل كل ما يمكن أن يحافظ على حياته. ما الذي يريد الاحتلال؟ هل يريد أن يلحق أكبر ضرر به من خلال هذا الإضراب وهو السادس كما ذكرت، أم أنه هناك يعني أهداف أخرى ربما يسعى الاحتلال للوصول إليها من خلال هذا التعاطي مع الأسير خضر عدنان بالتحديد؟ يعني الجريمة الأولى بدأت مع الشيخ خضر عدنان عندما أعيد اعتقاله قبل 75 يوما، فهو شرع بالإضراب عن الطعام، والجريمة الأخرى عندما وجهوا له لائحة اتهام. هم يحاولون، كانوا يتوقعون بأنه إذا ما حول للاعتقال الإداري فهو سيلجأ إلى الإضراب المفتوح، ولكن أعتقدوا واهمين بأنه بتوجيه لائحة اتهام بحقه فأن ذلك سيحول دون خوضه هذه المعركة، بالتالي هم الآن يحاولون كسر الشيخ خضر عدنان من خلال تضييق الخناق عليه وتجاهل مطالبه، من خلال استخدام كل الأدوات الأمنية والقانونية أيضا لديهم من خلال محاكمهم ومن خلال لائحة الاتهام التي وجهت والتي تتضمن العديد من الاتهامات له كقيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وهي تهم كان قد حكم عليه وكان وجهت له خلال سنوات الاعتقال التي أمضاها فيما مضى والتي بلغت نحو 8 سنوات. أيضا نحن نحذر في هيئة شؤون الأسرى والمحررين من إمكانية إقدام سلطات الاحتلال عبر إدارة مصلحة السجون وطواقمها الطبية من اللجوء إلى التغذية القصرية أو العلاج القصري للشيخ خضر عدنان، وبما يمثله ذلك من مخاطر، بما يمثله أيضا من انتهاك لحقه الإنساني وحقه كأسير بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لهذا الاعتقال التعسفي. نحن نؤكد أن الحالة الصحية للشيخ خضر عدنان هي حالة خطرة للغاية، وهناك خطر جدي وحقيقي يتهدد حياته وصحته وسلامته، وهنا نقول على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتحرك عاجلا في ظل هذه الأوضاع بهدف إنقاذ حياة الشيخ خضر عدنان ووضع حد لهذه السياسة العنصرية بالاستخفاف والاستهتار بحياة الأسير خضر عدنان. كل الشكر لك دكتور حسن عبد ربه المتحدث الإعلام باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا من بيت لحم. شكرا لك. قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة نعوم سولبرغ أن إجراء الانتخابات سيكون في 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026. قرار سولبرغ جاء بعد رفض طلب حزب الليكود تأجيل الانتخابات حتى 3 من تشرين 2 نوفمبر عام 2027، ما يعني أن الانتخابات ستجرى بعد 4 سنوات لا كما أرادت الحكومة الحالية.
وحدة الصحة تضع إسرائيل أمام حقبة جديدة من التحديات، الفصل في إدارة جولة قتال في ساحة واحدة أصبح صعبا على إسرائيل. هذا ما خلص إليه تقدير المؤسسة الأمنية العسكرية والإسرائيلية. تقرير هيثم عباني. إسرائيل أمام حقبة تاريخية جديدة وعليها تغيير رؤيتها إزاء الصراع مع محور المقاومة. هذه خلاصة تقدير المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي جاءت أخيرا على لسان وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت لمناسبة ما يسمى بعيد الاستقلال الإسرائيلي 75. وزير الأمن يوآف جالانت جلس الخميس مع المراسلين العسكريين بمناسبة عيد الاستقلال وتحدث عن نهاية حقبة في تاريخ المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. من الآن ليس هناك مواجهات محدودة فقط مع حماس في غزة أو فقط مع حزب الله في لبنان، كل الساحات ستندمج معا. وزير الأمن جالانت قال إن الحديث يدور عن نهاية حقبة المواجهات المحدودة، وهذا لا يعني أن كل جولة في غزة يرافقها نيران من الشمال ونصبح في مواجهة أو حرب شاملة، لكن هذا يعني أن طموح إسرائيل بالفصل وإدارة جولة في ساحة واحدة هذا طموح يختفي، والأمر سيكون أصعب في الجولة المقبلة. القلق الإسرائيلي المتزايد من تعدد الساحات وتكتلها جاء على وقع تبادل اتهامات بين الحكومة والمعارضة حول أسباب تآكل الردع الإسرائيلي في نظر محور المقاومة. المؤسسة الأمنية والعسكرية حسمت على نحو رسمي أنه لا علاقة بين اتفاق الغاز الذي أبرمته حكومة إسرائيل السابقة مع لبنان وبين الأحداث التي شاهدناها في الأسابيع الأخيرة. أوساط إسرائيلية عديدة تتفق على أن إسرائيل باتت بعد 75 سنة على تأسيسها أمام واقع استراتيجي جديد، وهو واقع ترسم معالمه تحولات كبرى في المنطقة، على رأسها ضعف الولايات المتحدة وتراجعها من الشرق الأوسط وزيادة قوة وجرأة إيران وحلفائها في المنطقة، كل ذلك في ظل علامات استفهام بشأن اتفاقيات التطبيع الأخيرة مع دول الخليج. هذه النشرة مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نواصل النشرة مع آخر تطورات المواجهة الروسية الأطلسية. قال مسؤول في وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة وحلفائها يسعون لتعزيز قدرات صواريخهم بهدف تحقيق تفوق عالمي على روسيا والصين، مشيرا إلى أن سباق التسلح بات خارج السيطرة. وفي تصريحات لمجلة جيزن الروسية أضاف أن الصيغة السابقة لمعاهدة ستارت باتت مستهلكة، وقال إن على روسيا الاستعداد لسيناريوهات كافة بعد انتهاء معاهدة الأسلحة الاستراتيجية مع واشنطن. أكد قائد مجموعة فاغنر الروسية إيفغيني بريغوزين أن من المبكر القول أن بخموت باتت محرقة للقوات الأوكرانية، وأضاف أن روسيا وقواتها تضغط بالتطويق العملياتي حيث تتعرض جميع الطرق المؤدية إلى المدينة وخارجها لقصف مستمر. بالتزامن أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن قوة مهاجمة كانت تقاتل للسيطرة على الجزء الغربي من بخموت بدعم من القوات المحمولة جواً. من السابق لأوانه الحديث عن تحول باخموت إلى محرقة للقوات الأوكرانية، كل ما هنالك أنه لم يتم تطويقهم حتى الآن بالكامل، فالقتال العنيف مستمر، وأولئك الذين يتعجلون في الثرثرة يخلقون مشاكل لنا فقط. في اتجاه دونيتسك واصلت قوات فاغنر القتال في الجزء الغربي من مدينة باخموت، وأحبطت القوات الروسية المحمولة جوا محاولات العدو تنفيذ هجوم مضاد للاستيلاء على المدينة.
اختتم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف جولته في أمريكا اللاتينية التي شملت البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا، جولة مهمة لكل من روسيا وهذه الدول المعروفة بقرارها المستقل والتي تشكل حليفا لموسكو في منطقة تعدها واشنطن حديقتها الخلفية. الحركة الروسية تجاه أمريكا اللاتينية لا تندرج في إطار دبلوماسية العلاقات العادية بالنسبة إلى الجار الشمالي الكبير الذي يرى القارة اللاتينية جزءا من خطوطه الحمر أمام نفوذ الدول الأخرى، وفي ظل المواجهة الكبرى بين الأطلسي وروسيا وفي ظل التقارب الروسي الصيني تأتي جولة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في البرازيل ونيكاراغوا وفنزويلا وختاما في كوبا كاسترو الحليف التاريخي للاتحاد السوفيتي وبعده لروسيا. الزيارة توجت بلقاء بين الوزير الروسي والزعيم الكوبي راؤول كاسترو والرئيس ميغيل دياز كانيل. خلال الفترة المقبلة سيزورنا وفد عالي المستوى من روسيا، وفي حزيران يونيو سيقوم رئيس الوزراء الكوبي بزيارة روسيا لإكمال جدول الأعمال الثنائي بين البلدين. إضافة إلى العلاقات الثنائية سنسعى إلى تعزيز تعاون كوبا مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وهي عضو مراقب فيه، كما نؤكد دعمنا لكوبا في مواجهة الولايات المتحدة. المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا يولي اهتماما أكبر بمنطقة أمريكا اللاتينية ومنظمة سيلاك. تعزيز العلاقات بين كوبا وروسيا ولا سيما ما يتعلق منها بالجانب الاقتصادي يشكل أهمية كبيرة للجزيرة التي تعاني حصارا أمريكيا وأوضاعا معيشية صعبة. بالنسبة إلينا تعزيز هذه العلاقات سينعكس على الوضع الاقتصادي، جرى الحديث عن عدد من الاستثمارات وبخاصة أن الشركات الروسية بدأت العمل مع الشركات الصغرى في كوبا، والآن بطاقة مير للبنك الروسي تستخدم في كوبا. الدول المحاصرة يجب أن تبني علاقات صداقة وأن تساعد كل الدول المحاصرة وليس كوبا وروسيا فقط، هناك إيران وفنزويلا وسوريا أيضا. زيارة لافروف التي شملت دولا تناهض الهيمنة الأمريكية تؤكد سعي موسكو لتكوين اتحاد لمواجهة الابتزاز الذي يمارسه الغرب بفرضه العقوبات. تولي روسيا اهتماما كبيرا بمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وتأتي هذه الزيارة للافروف لتعزيز علاقات موسكو وتحالفاتها مع دول تعدها واشنطن حديقة خلفية لها. عروة محمود، هافانا، الميادين. قال السفير الصيني لدى فرنسا ليو شاي إن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا، وفي مقابلة مع قناة LSI الفرنسية أكد شاي أن لدى القيادة الروسية رغبة في بدء المفاوضات، لكن يبدو أن الأمريكيين لا يريدون إنهاء الحرب وأن أعضاء الناتو يواصلون تزويد أوكرانيا الأسلحة. يواصل وزير الخارجية الصيني تشين غانغ زيارته لمانيلا الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وتتزامن زيارة تشين مع أكبر مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والفلبين يشارك فيها نحو 18,000 جندي. وزارة الخارجية الصينية كانت أعلنت أن قضايا الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك ستكون جزءا من المحادثات، وأكد الناطق باسمها أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة والتعامل بصورة صحيحة مع الخلافات مع الفلبينيين. رأى عميد دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان المطران كلاوديو غوجيروتي أن الغرب يتحمل مسؤولية زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط مع النزعة إلى النقل ثقافته ومطالبة شعوبه بمواءمة حياتهم معها. كلام المطران جاء خلال ندوة في قبرص حضرها عشرات الممثلين عن كنائس كاثوليكية في الشرق الأوسط. هذا ولفت إذاعة الفاتيكان إلى أن ما يقلق المطران هو تشتت مسيحيي الشرق الأوسط بسبب الوضع المأساوي الحالي الذي يؤثر بصورة عميقة في حياتهم اليومية، على حد قول الإذاعة. في إشارة إلى الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيطرد الرئيس جو بايدن من البيت الأبيض العام المقبل. وفي كلمة له في فلوريدا ساخرة ترامب من أسلوب خطابات بايدن.
عندما نشاهد خطاب رئيسنا هذا نلاحظ أنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه. إنه يتحدث بحزم عندما يفترض به التحدث بلطف، ويتحدث بلطف عندما يفترض به التحدث بحزم. ثم يخرج من المسرح هكذا، لكن من المفترض أن يسير من هناك. أين أنا؟ بعد الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بممارسة الملكية في الحكم، وبعد استخدام الشرطة الفرنسية القوة على نحو مفرط، هل الديمقراطية في فرنسا في خطر؟ الإجابة في هذا التقرير لموسى عاصي. يقول المؤرخ الفرنسي بيير روزان فالون إن فرنسا تمر في عهد ماكرون في أخطر أزمة ديمقراطية منذ نهاية الحرب في الجزائر، فإن ماكرون لا يعرف شيئا مهما اسمه التواضع، وهذا الأمر تجلى بوضوح مع تفجر أزمة قانون رفع سن التقاعد الذي فرضه غصبا عن رأي أغلبية الفرنسيين. الفرنسيون شعبا أو قادة معارضة لديهم شعور بأن ماكرون يمارس السلطة وكأنه ملك لا كونه رئيسا لجمهورية ديمقراطية. إنه يتصرف كملك ونسي أن في فرنسا برلمانا وشعبا، إنه يعتقد أن إرادته هي الوحيدة التي يجب أن تنفذ. أزمة الديمقراطية المفتوحة مع هذه السلطة التي لا تريد أن تتحدث بأي شيء ومع أي أحد، ولا تريد أن تأخذ القرار الوحيد وهو التراجع عن قانون رفع سن التقاعد، يمكن أن تتحول إلى أزمة نظام. ومع تراجع الالتزام بقيم الديمقراطية يكثر الاعتماد على قوى الأمن المتحدة بتجاوز العديد من القوانين الفرنسية في ممارساتها خلال الاحتجاجات. لقد تلقينا الكثير من التقارير عن عنف الشرطة الفرنسية، وفي الكثير من الحالات كان هذا العنف مفرطاً وغير متناسب مع ما يجري في الشارع، لذا نطالب السلطات بأن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وأن تجري تحقيقات بعنف الشرطة، وأن تعتمد منطق المحاسبة. مشاهد القطيعة بين سيد الإليزي والشارع تمظهرت في رد فعل الناس على خطاب الرئيس الأخير، فقرروا قرع الطناجر كي لا يسمعوا الخطاب الرئاسي. يقول المفكر البريطاني ديفيد هارفي في وصفه ما يجري في فرنسا التي باتت الآن في طريق مسدود، إنها تقترب من فاشية الثلاثينيات من القرن الماضي، وهذا ما يجب محاربته. موسى عاصي من مدينة فيرني فولتيرا الفرنسية، الميادين. انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلان المعارضة عزمها على إلغاء رئاسة الشؤون الدينية واستبدالها برئاسة المعتقدات في حال وصولها إلى السلطة. جاء ذلك خلال افتتاح جامع السلطان أحمد عقب عملية ترميم امتدت لسنوات. الجامع كانت أدرجته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في قائمة التراث العالمي. بطلقات مدافع خشبية أنهى الأندونيسيون شهر رمضان المبارك ليستقبلوا العيد في أجواء احتفالية تقليدية، واجتمع الآلاف في جامع الأزهر بجاكرتا للمشاركة في صلاة العيد صباحا، فيما غصت الشوارع طوال الليل وحتى الصباح بالمواطنين. الله أكبر. عطلة عيد الفطر في باكستان مثلت إذانا بإقامة الصلاة والفرح، وفي مدينة كاراتشي الساحلية أدى الآلاف الصلاة في المساجد وفي الساحات. المواطنون أكدوا أن هذا العيد يجب أن يمثل فرصة لتجديد الإصرار على الوحدة والتمسك بها. تغيب أجواء الفرحة بالعيد على العديد من العائلات في قطاع غزة، والسبب الحصار الإسرائيلي الذي أضعف قدرة كثيرين منهم على توفير كسوة العيد لأطفالهم. أكرم دلولة.
تسعى إلى رسم البسمة على وجوه أطفالها فتحيك لهم كسوة العيد من ثيابهم القديمة. لما الله يفرجها بجيب لك، هيها منيحة وهي بخيط هذه لأخوك كمان بلبسها. إنها سيدة من نساء غزة تعكس بحالها هذا واقع كثيرين ممن ضاق بهم الحال في ظل الحصار وتدهور الأوضاع الاقتصادية. هدمة قديمة بخيط لهم إياها بمشي حالي يعني فيهم، يعني لا كسوة ولا إشي، يعني بجبر خطرهم بأي حاجة يعني إنهم ينبسطوا يفرحوا زي هالولاد. بعض من أهالي غزة يقول إنه تدبر أمره بما تيسر، وبعض آخر قد يكون السدان محاولا إسعاد أطفاله عبر شراء ملابس لهم من البالة بثمن زهيد. أنا بنزل سوق البالة وحابب إن أفرح الأولاد، أشتري لهم، أدورهم على قطع مناسبة، بلطلون، بلوزة، المهم إيش حاجة مناسبة يلبسوا، لأنه عقد الفلوس الواحد بيشتري. وعلى أمل أن يتغير الحال يكابد الفلسطينيون في غزة مرارة الحياة حتى في أعيادهم التي قد تتحول إلى مناسبة للمعاناة. الوضع والله كتير كتير صعب، وإن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن من السنة، وهالحصار كله مرفوع والدنيا تفتح ويصير شغل في البلد، وهالمتخرجين لقولهم شغل كلهم هالمتخرجين، إشي ببيع براد وإشي ببيع بسطة وإشي مهندس، كلهم يعني حياتهم بتبكي هذول المتخرجين. لا فرص عمل ونسب البطالة والفقر في تزايد، هذا ما تؤكده كثير من المنظمات المحلية والدولية التي تطلق مزيدا من التحذيرات بشأن مآلات الأوضاع في القطاع. مزيد من التدهور المعيشي إذن يكتوي بناره أهالي قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي وتراكم الأزمات، حصار يأمل هؤلاء أن ينتهي قريبا. أكرم دلول، غزة، الميادين. كيف يمضي اللبنانيون عطلة عيد الفطر، وهل تراجعت حركة البيع هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية؟ تقرير عباس صباغ. حركة شبه عادية شهدتها الأسواق في لبنان في عيد الفطر. إقبال اللبنانيين على شراء ثياب العيد لم يكن بالوتيرة عينها التي كانت العام الماضي، ومع ذلك حافظت الأسواق الشعبية على وتيرة حركتها. أنا شايف الحمد لله أنه العالم وضع مرتاح، كله تأقلم بالوضع يعني. إذا لو بيثبت الدولارات بتثبت الأسعار بكل المواد، مش بس الأحذية، الثياب، الأكل، الشغلات. يعني ما استفدنا شيء هالسنة. يعني الأسعار النار والدولار غالي، ما عم نشتغل فيه شيء أبدا. الحديث عن عيد الفطر يأخذك بشكل تلقائي إلى محل الحلويات العربية. فهذه الحلويات تلتصق بالعيد وكانت مرادفة للاحتفال به. هي الأسعار تغيرت بس الإقبال ما تراجع صراحة، كل يعني المحل عم فوت عليه بعدني عم لاقي عليه في ناس وعجقة والناس عم تشتري. الأمر يؤكده العاملون في محل الحلويات. حسينا بأجواء العيد كتير يعني، خصوصا من الصبحيات ما شاء الله، يعني نحن نزلنا وكميات أكتر حسبنا زيادة. أما الأطفال كانت لهم في الماضي الحصة الكبرى في الاحتفال بالعيد وشراء الثياب والألعاب والذهاب إلى مدن الملاهي. رابطة أبناء بيروت تحرص على استقبال الأطفال في كل عيد وتضع أسعارا رمزية لهذه الألعاب. صرنا كم سنة عم نعمل حرش العيد تخفيف على الأعباء على الأهالي اللي ما عم تقدر تروح على مدينة الملاهي تدفع 50 و60 ألف و100 ألف، نحن اللعبة عنا ب10 آلاف. الأطفال فرحون بالعيد ويمضون أوقاتا ممتعة في هذه الحديقة. مبسوط هون ودفعت 100 ألف. معاشات ما في مثل الخلق، وجبناهم تعرف لكن الملاهي اللي جايبين عليها، يعني هيدي مثل ما بيقولوا بلدية عمليتها وعم ندفع مصاري، والحمد لله مثل ما بيقولوا، المهم انه الأولاد ينبسطوا بالعيد. جيت مع بابا والعيد مبسوطة على المرجوحة. مدينة الملاهي هذه باتت يقصدها عدد أقل من الأطفال بسبب ارتفاع الأسعار الذي دفع الأهالي إلى مواصلة اصطحاب أولادهم، لكن مع تقليص أوقات الألعاب. لم تمنع الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان هؤلاء الأطفال من الاحتفال بالعيد، وإن كانت تمنياتهم لم تتحقق كاملة هذا العام. عباس صباغ، بيروت، الميادين. 3500 طائر من 400 نوع في حديقة طيور جديدة بسنغافورة، 8 أقفاص كبيرة يمكن للزائرين
الاستمتاع برؤية الطيور من خلالها. الحديقة تزيد مساحتها على 17 هكتارا وتعاود فتح أبوابها قريبا بعد عدة أشهر من الإغلاق. الأقفاص العملاقة مصممة بشكل يتيح للزائرين مشاهدة الطيور عن قرب، وهي تشبه أماكن محددة من العالم، أحدها مثلا على شكل حقول الأرز في جنوب شرق آسيا، وغيرها يستعيد بيئة الغابات المطيرة الإفريقية. وفي البيرو طقوس تقليدية مرتبطة بالطبيعة تزامنا مع احتفالات يوم الأرض. الفعاليات تخللتها التقاليد يرى السكان الأصليون أن هدفها جذب الانتباه إلى ما ترتكبه البشرية بحق الأرض، وهي تأتي كجزء من برنامج بيئي واسع. النشرة انتهت، وهذا تذكير بعناوينها. اشتباكات في السودان رغم الهدنة المعلنة، والجيش يتهم قوات الدعم السريع بالهجوم على سجن الهدى وإطلاق نزلاء منه، والأخيرة تنفي. في خطبة عيد الفطر المرشد الإيراني يؤكد أن الأمريكيين لجوا إلى تدبير المؤامرات بعد هزائمهم العسكرية في المنطقة. لليوم 77 الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام، والهيئات المعنية بالأسرى تحذر من خطورة وضعه الصحي. موسكو تؤكد أن سباق التسلح بات خارج السيطرة، وتتهم واشنطن بالسعي إلى تعزيز قدراتها الصاروخية بهدف التفوق. أجواء عيد الفطر طعم العالم العربي والإسلامي، والفرحة ناقصة في غزة المحاصرة. دائما المزيد من الأخبار والتقارير تجدونها على صفحات الميادين على الإنترنت، الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.